سانجينطا جات وجابت معاه مبيد فطري للسوق المغربية. المنتوج هو مبيد كوادريس جولد، كيحمي وكيعالج أهم الأمراض اللي كتصيب زراعة الحبوب، اللي هي الصدى الأصفر، الصدى البني، الأويديوم اللي هو البياض الدقيقي، والسيفتوريوز. كوادريس جولد هو مبيد فطري كيتكون من مادتين حيويتين وكيتميز بثلاثة ديال الخصائص، وهو الفعالية، مزج مادتي كوادريس جولد كيحمي النبتة وكيكافح أهم الأمراض اللي كتصيب الحبوب لمدة طويلة وبالتالي كيعطي غلة وفيرة. المرونة، كوادريس جولد كيمكن من استهداف جميع الفطريات اللي كتضرب الغلة من خلال استعماله خلال موسم الإنتاج، سواء خلال الفترة الأولى أو الثانية. كما كيتميز كوادريس جولد بسهولة الاستعمال ديالو، بحيث نقدروا نستعملوه بوحده ولا نمزجوه مع مواد أخرى. استقرارية، المبيد كيعطي نتائج هائلة للحبوب في أنواع مختلفة من التربة وفي ظروف مناخية مختلفة. كوادريس جولد عنده تأثير مزدوج على الفطريات من خلال جوج ديال المواد، مادة أزوكسيستروبين اللي كتدمر مراكز الطاقة عند الفطريات، ديفينوكونازول اللي كتمكن من تدمير أعضاء خلية الفطريات. مبيد كوادريس جولد كيعطي حماية فعالة طيلة مراحل الإنتاج الأربعة. المرحلة الأولى، مادة الأزوكسيستروبين كتمنع من تكون الجراثيم. المرحلة الثانية، وهي مرحلة اختراق المادتين الحيويتين أزوكسيستروبين وديفينوكونازول، بحيث أنهم كيهاجموا الفطريات في مراحل النمو. المرحلة الثالثة، فضل هذه المادتين اللي كتكون منهم مبيد كوادريس جولد، كيقوم بإيقاف تغلغل وتطور الفطريات خلال فترة اقتحام الفطريات للنبتة. وأخيرا المرحلة الرابعة، خلال هذه المرحلة الفطريات كتصبح غير قادرة على إنتاج جراثيم جديدة. لتحقيق إنتاج أفضل، كتنصح شركة سانجينطا الفلاحين باختيار دائما برنامج العلاج الوقائي، وتوصي كذلك باستخدام كوادريس جولد في المرحلة الأولى من برنامج العلاج ودمجه مع إلاتوس إيرا أو كومودور في المرحلة الثانية. مع كوادريس جولد النتيجة كتبان من أول استعمال. كوادريس جولد، المرونة في الاستعمال والزيادة في الغلة.